اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أيها الولد، اسم الكتاب الحقيقي ليس أيها الولد، اسمه خلاصة تصانيف التصوف. اسم الكتاب الحقيقي. طيب، هنا عندما نتكلم عن خلاصة تصانيف التصوف، هذا الاسم الحقيقي للكتاب، ثم من عبارة أيها الولد المحب ظهر اسم أيها الولد، ومن هنا ستجد كتب اسمها أيها الولد المحب. وأنا لي شرح على هذا الكتاب سأعطيه لكم، لكن في النهاية، كتاب صغير كده. وهذا الكتاب هو بداية علم الأخلاق، وهو مفتاح لكل كتب الإمام الغزالي، بل هو مفتاح لعلوم كثيرة جدا، يعني علوم سبحان الله كثيرة قوي. هذه العلوم التي نتكلم فيها، من مؤلف؟ مؤلف مولانا سيدنا الشيخ أبو حامد الغزالي. طيب، خلاصة تصانيف التصوف، الشيخ الغزالي لم يكتبه بالعربي، الشيخ الغزالي كتبه بالفارسي، لغة الفارسي. ترجمه في البداية مولانا محمد أمين الكردي، شيخ السادة الكردية، الذي نعقد درس عنده في الجامعة يوم الأربع فرائض. قصة الكتاب عجيبة، طالب من الطلاب يسأل شيخ سؤال: كم من عمري قرأت وكم من عمري ذاكرت، ما فائدة هذه العلوم؟ هنا الشيخ ألف هذا الكتاب، وبدأه بتلطف: أيها الولد المحب. دي أول عبارة رد الشيخ على الكتاب. وكان الشيخ رضي الله عنه وارضاه يقوم بواجب الوقت. ما هو واجب الوقت؟ واجب الوقت أن الشيخ يتعامل مع الطالب بعقل الطالب لا بعقل الشيخ، كما أنا أفعل مع مروان ولقمان كده، أنا أجعل عقل الكبير صغير مثلهم كده، لذلك أنا أطعمهم. خد يا مروان عشان ما تبكيش، خد خد، شوف شوف فرحان ازاي، شوف، خد يا لقمان، شوف شوف، خرب بيت، شوف هيموت، هيموت من الفرح. يعني شوف، يعني الشيخ يعاملهم بمعاملة، هو ده يا مولانا، هو ده مولانا. الشيخ الغزالي لم ينفر من الطالب، أنت كذا، أنت 40 سنة في العلم وإلى الآن مش فاهم حاجة، أنت لا 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 لا. بدأ بكلام لطيف: أيها الولد، بعد أيها دايما يأتي نعت، الولد إليها، أنا أحبك، ولولا أنني أحبك ما قلت هذا الكلام. إداني مقدمة رائعة، مقدمة جميلة، علشان يجعل الولد يتكلم معه. هذا ليس ولد، هذا شيخ. أيوة، مهما كبر الطالب هو في نظر الشيخ ولد، حتى وإن جلس بجوار الشيخ يتكلم اسمه ولد. هو كده دائما الشيخ أب، ودائما الابن أمام الأب، ها، صغير، حتى لو صار رئيس جمهورية. يعني لو ابني صار رئيس جمهورية أنا أتعامل معه لأنه إيه، صغير ابني. مهما يكبر الإنسان هو في 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 عين الأم وفي عين الأب صغير. عشان كده الشيخ تلطف، الشيخ لم يبدأ معه بإجابات صدامية طق كده، لا لا لا، كان في نوع من أنواع الرحمة. مين الغزالي؟ الغزالي
ألف أيها الولد، وألف بداية الهداية، وألف منهاج العابدين، وألف المرشد الأمين، وألف الإحياء. دي تطور، ده تطور. اترك هذه الكتب. ألف البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة، ده سلسلة فقه، والأولى سلسلة فقه القلب، له تفسير قالوا لو ظهر لأغنانا، مش موجود. أسماء الله الحسنى كشفت القلوب. شوف شوف الغزالي، الدنيا تقوم على كتبه المستصفى المنخول. الغزالي مجموعة الأصول، مجموعة العقائد، الاقتصاد في الاعتقاد، الجام العوام عن علم الكلام. ايه ده ايه ده؟ الغزالي في كل أمر يتكلم فيه هو صدارة رقم واحد. إذا ذكر الفقه قامت الدنيا إلى الآن على الوجيز. الفقه إيه الفقه؟ السلسلة الذهبية في الفقه سنتكلم إن شاء الله عند قدع عنها. واحد الأم، اثنين مختصر الأم للمزني، ثلاثة شرح مختصر المزني لمولانا الجويني شيخ الغزالي، نهاية المطلب في دراية المذهب، ثم اختصار هذا الكتاب للغزالي البسيط، ثم الوسيط. الوسيط هو الذي تربى عليه مولانا الإمام النووي فصار الإمام النووي. الإمام النووي كان يتعلم في المهذب وكان يتعلم في الوسيط. عندما يكبر يفعل حاشية على الوسيط ويفعل شرح المين للمهذب. ده علم الإمام النووي، مصادر الإمام النووي في العلم. الإمام النووي حفظ المهذب وكان يأخذ درسين في اليوم في الوسيط، ولذلك يفعل حاشية على الوسيط الإمام النووي رضي الله عنه وارضاه. ثم جاء الوجيز. إلى الآن الدنيا قائمة على الوجيز. الوجيز اختصار لمن؟ اختصار للوسيط. جاء عبد الكريم الرافعي يشرح العزيز شرح الوجيز. جاء عبد الكريم الرافعي المنتقل سنة كام؟ 624 يختصر، فاختصر الوجيز في المحرر. ثم يأتي النووي ويختصر العزيز في الروضة، ويختصر الوجيز في المنهاج، منهاج الطالبين وعمدة المفتيين، وهو اختصار للمين؟ للوجيز، للإمام مين؟ لا، اختصار المحرر للإمام الرافعي، والمحرر اختصار لمين؟ ها؟ المحرر اختصار لمين؟ للوجيز. الناحية الثانية الروضة اختصار لمين؟ لفتح العزيز، وفتح العزيز ماذا؟ شرح للوجيز. فالمولانا عبد الكريم القزويني الرافعي يشرح ويختصر، النووي يختصر الاثنين، الكبير في الروضة والصغير في المنهاج. ثم جاء شراح المنهاج، ونحن إلى الآن نقرأ المنهاج. إلى وقتنا هذا المنهاج موجود، إلى وقتنا هذا الصدارة في الفقه الشافعي المنهاج، والمنهاج كتاب متوسط لكن سبحان الله مشهور موجود. العقيدة، أصول الدين، إلى الآن تقرأ الاقتصاد في الاعتقاد لمين؟ إلى الآن شوف الصدارة، سبحان الله سبحان الله. الغزالي يتكلم في الفلسفة، تهافت الفلاسفة والرد على الفلاسفة،
البحث عن الحقيقة المنقذ من الضلال. البحث عن مين؟ عن الحقيقة. الغزالي 18 سنة اعتكاف، خرج بعدها بإحياء علوم الدين. قال مولانا السقاف: من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء. الإحياء، سر عظمة الإحياء أنه كتاب فقه، لكنه جمع بين طهارة الظاهر وبين طهارة الباطن. عندما عرفوا الطهارة لغة، النظافة والخلوص من الأدناس الحسية والمعنوية. الطهارة شرعا فعل ما تستباح به الصلاة. الطهارة فعل ما تستباح به الصلاة. لكن الطهارة لغة، ما قلت ده شرعك، ده أجمل تعريف، تعريف المحلي. والمحلي من أجود التعريف، من أجود الشروح اللي احنا نقرأه في الكلية، كنز الراغبين، شرح منهاج الطالبين اللي هو مشهور بقليوب وعميرة. ده لازم أي طالب شريعة يكون عنده، المفروض أي طالب مذهبه شافعي، مذهبه شافعي، حتى لو كلية الكفار بس مذهبه شافعي لازم يكون عنده، الأصل كده. لكن زدق الطلاب شريعة ليس عندهم، طالب شريعة ليس عنده الكتاب، هو يصور أوراق، وكتاب ليس غالي، يعني أقل من 2000 جنيه غالبا، صح؟ صح كلمت انه ولا اغلى؟ ها؟ اغلى؟ اقل من 2000 جنيه، صح يا مروان؟ كويس، مروان ده كويس. تعالى نترقى ونعيش مع الغزالي في الإحياء. إيه سر، ما جمال الإحياء؟ الإحياء فقه شافعي لكنه تدخل في القلب. شوف تعريف الطهارة: النظافة، الحمد لله، والخلوص، يتخلص من الأدناس، الأدناس قذرات الحسية. حسية مثلا ده يقع على ثيابي، في قذرات فأنا أطهر. المعنوية، القلب جميل برا والثياب عظيم من برا، لكن داخل القلب في غيبة ونميمة وكذب وحقد و فصار القلب شكله جميل لكن من داخله قبيح. ومن هنا قال الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. يا مولانا الغزالي، ما هي الطهارة المعنوية؟ الغزالي يتكلم، قال: جميع أمراض القلوب تعود إلى 4: 1 الحسد، 2 البغضاء، 3 العجب، 4 الكبر، 5 لا يوجد. كم عدد أمراض القلوب؟ تزيد عن 400، لكن تعود إلى أساس. كم هذا الأساس؟ 4: حسد اطلع، بغضاء اصعد، عجب اصعد، ها كبر، لا من لم يكتب انا املي مره اخرى. طيب ما هو الحسد؟ انا احكي هذا الكلام كله سيمر علينا، كتاب في غايه الجمال ايها الولد، هذا كتاب عظيم. الحسد تمني زوال النعمه، تمني زوال النعمة. شوف الشيخ الآن في نعمة، يجلس مع الطلاب في ميكروفون، في مأكولات، في مشروبات، في شاي، نعم كثيرة الشيخ موجود فيها الحمد لله. هو حسودي، لماذا الشيخ يوضع له هذه الأشياء وأنا لا يوضع لي؟ أنا عندي علم مثل الشيخ وأكثر، لماذا هو شيخ وخرب بيته؟ ثم يصعد إلى مرتبة أعلى، يسعى في إفساد ما فيه الشيخ من نعمة. لا تأتوا به، أنا ممكن أحل محله، أنا أعرف شيخ آخر أفضل منه. هو صار إيه؟ طب عندما يرى واحد يقول شيخ شام ده راجل كويس، ولا كويس ولا حاجة،
إنه يأتي ويأكل ويشرب وينصرف. صار يسعى في زوال مين؟ فتحول الأمر من قلب إلى جوارح. ثم أنت تقابله، سبحان الله، هذا الرجل أنا لم أصنع معه شيء سيء، لماذا يقابلني بمشكلة؟ لماذا يغضب؟ لماذا لا يتكلم معي بحب لطف؟ لماذا لا يتعامل معي معاملة حسنة؟ لأنه من كثرة الحسد صار يبغض. فالحسد وصلني إلى درجة ليها البغضاء. إيه درجة البغضاء؟ الكراهية. البغضاء وصلت إلى إيه مولانا؟ كراهية. عندما يكره صار لا يحب لك الخير، عندما يكره لا كفاية الحمد لله، لا لا لا، صار لا يحب أن يراك في صورة حسنة، عندما يكره صار إذا رآك يخالف السنة. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذه البغضاء تجعله عندما يراك هو زعلان، هو غضبان، مخالف للسنة. إذا كانت الجزاء، إذا كان الجزاء رجلان التقيا على المحبة وافترقا على المحبة، الجزاء يدخلون تحت سبعة، يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. مين دول؟ أين الظل؟ تحت عرش الرحمن. ما هو تحت عرش الرحمن؟ الجنة. تحت عرش الرحمن إيه يا شباب؟ الجنة. كيف يجلس في الجنة؟ لمجرد الحب. طب مفهوم المخالفة، البغضاء، في نار، في جهنم. فإذا كان في حب الأمر جيد، ما فيش حب في نار، مفهوم المخالفة. إذا صار يكره، نحن نسأل سؤال: لماذا تكرهه؟ قال: لأنني أنا أفضل، أنا أفضل، أنا أفضل. ده صار إيه مولانا؟ فخور بنفسه، صار يرى نفسه. ما دام رأى نفسه وصلنا إلى مرتبة العجب. أن يرى الإنسان نفسه عجب. العجب يمشي شوية، يتقدم شوية، يرتفع شوية، فصار أنا أنا. شوف شوف كل ما يقول أنا أنا، شوف أنا، يصعد يصعد يصعد، صار متكبر. عندما تكبر العظمة ردائي والكبرياء إزاري، من نازعني ردائي وإزاري أخذت منه ولا أبالي. هنا صارت المعركة ليست بينه وبين البشر، صارت المعركة بينه وبين الله. وقال مولانا السيوطي رضي الله عنه وارضاه: أشد ما في القرآن ويحذركم الله نفسه. ها، أنت تقوى على الله، يعني أرني أرني نفسك. قال تعالى: ويحذركم الله. إيه صعب هذا الأمر، فيه صعوبة. أدي مولانا طهارة القلب ونظافة القلب من الأدناس الإيه؟ الحسية بالماء، والمعنوية بقراءة الزهد والأخلاق والعلم والتصوف. مولانا نعم
كيف نفهم أيها الولد؟ أن نقرأ حوار بين الشيخ وبين الطالب، بين السائل وبين المسؤول، بين المقلد وبين المجتهد. طيب ارتقي، بداية الهداية. يا سلام، ما هي بداية الهداية؟ الشيخ الغزالي يقول الطاعة، نهاية الهداية الطاعة. ده كلام، ده خلاصة كتابه، بداية الهداية. ايه بداية الهداية؟ هي كده شباب، بداية الهداية ونهاية الهداية. بداية الهداية الطاعة، نهاية الهداية طاعة. الطاعة وسيلة، الغاية رضا الله، ثمرة الرضا الجنة. الطاعة طريقة، وسيلة، الهدف والغاية رضا الله، ثمرة الجنة. ارتقي، أي عابد لابد له من منهاج، لابد له من طريق، لابد له من خطوات. فكتب مولانا الكتاب المستوى الأعلى، أيها الولد أعلى منه، بداية الهداية أعلى منه، منهاج العابدين كيف تسير إلى الله. هل لله وصول؟ وصول. كيف نصل إلى الله؟ موجود. مولانا قام بواجب الوقت. وجد الناس عندما يقرؤون الإحياء لا يحملونه معهم في الأسفار عندما يسافر، فصار الإحياء كتاب في البيت فقط، في المدينة فقط. لكن أنا أريد أن أسافر من مصر إلى أمريكا، إلى فرنسا، إلى إسبانيا، إلى تايلاند، إلى فطاني، أي بلد، لكن أنا أريد أحمل إيه؟ الإحياء. فوجد الإحياء كرتون، يمشي بكرتونة كده. فقال أنا سأختصر الإحياء بحيث يستطيع الإنسان العادي أن يحمل معه الإحياء في أي مكان، فاختصره في أقل من الربع، أقل بكثير من الربع. سماه المرشد الأمين، في اختصار إحياء علوم الدين، المرشد الأمين. يا سلام، الغزالي، الغزالي يختصر. بعد قراءة المرشد الأمين، أصله إيه؟ أصله إحياء علوم الدين الذي بدأ بالعبادات، ثم بالمهلكات، ثم المنجيات. الكذب يهلكك، الصدق ينجيك. هذه إحياء علوم الدين، كتاب عظيم. في أحاديث ضعيفة، كي مولانا الحافظ العراقي المنتقل سنة 806 عمل كتاب جميل في أسفل الإحياء، في تخريج للأحاديث. نبذة بسيطة كده عن الإمام الغزالي. ولد بطوس. أين طوس؟ إيران. وهي في ذلك الزمان كانت سنة. طوس عاش فيها الغزالي ومات فيها. الإمام الغزالي رضي الله عنه وارضاه عندما
ولد اتولد سنة 450، سنة كم؟ سنة كم؟ مولانا اتولد سنة 450، عصر صعب جدا جدا. الدولة العباسية في النهاية، الدولة العباسية ضعيفة، وصل الأمر إلى أن بعض الدول الصغيرة كانت تحكم بغداد والخليفة موجود، يعني الخليفة كان اسما. وصل الأمر إلى أن أحد القواد قال للخليفة: معك فرصة 10 أيام تخرج من بغداد. قال الخليفة: رجاء اتركني شهر. قال: أبدا، 10 أيام تخرج. سبحان الله، ضعف. وإذا ضعفت السياسة جاء الفقر، إذا جاء الفقر ضعف العلم، إذا ضعف العلم جاء الجهل، إذا جاء الجهل خلاص مش تطور. السياسة، الاقتصاد، العلم، كل ده متطور مع بعضه في اتفاق. تولد الغزالي في عصر في صراع، صراع مع مين؟ بين المعتزلة شوية، خوارج شوية، بين الشيعة شوية، الحنابلة مع الشافعية في مشاكل، يعني كان عصر في مشاكل كثير، لم يكن عصر سهل. فسبحان الله تولد الإمام الغزالي في ذلك العصر. الإمام الغزالي رضي الله عنه وارضاه حفظ القرآن وتفقه على مذهب الشافعية، مذهب بلده، ثم صار عالم لكن لم يخرج خارج البلاد إلا في الصغر هو وأخوه أحمد. لماذا؟ أبوهم كان فقير وجمع مالا ثم مات، وقبل أن يموت عهد بأحمد ومحمد، محمد الغزالي معروف، إلى أحد العلماء والزهاد والأتقياء حتى يهتم بهما. الرجل رباهم وأحسن التربية إلى أن نفد المال، فقال لهما: تعرفان أنني فقير وليس عندي ما أنفق به عليكما، ومال أبيكم انتهى، ماذا نفعل؟ قال: سألحقكم ببعض المساجد والمدارس، تقرؤون وتكتبون وتأكلون. 7 سنوات يتعلم الغزالي وأخوه أحمد، وعند العودة جاء قطاع الطرق واللصوص، خرجوا عليهما، قالوا: نحن طلاب علم لم نذهب إلى جمع المال وليس عندنا مال. فإذا باللصوص يبحثون، فما هي إلا أوراق، 7 سنين يكتبون أوراق. فاللصوص صاروا يسخرون منهما، فأخذوا الأوراق وصاروا يجعلونها في الهواء. الغزالي يعني يبكي، 7 سنوات أجمع العلم وهو يرى مجهود السنين يطير في الهواء. فصار هو وأخوه يلتقطان لها، لكن ضاع كثير منها. هنا الغزالي رأى مجهود 7 سنوات يضيع، فأخذ قرار، قال: لن أحفظ في أوراق، سأحفظ فين؟ في رأسي. ليه؟ اللصوص إن جاءوا يسرقون المال أو الأوراق، لكن لا يسرقون العقل. فهنا الله سبحانه وتعالى جعل له من المحنة منحة. ودائما كانوا يقولون: دائما تأتي المنحة، يعني العطاء، بعد المحنة.
طالب ليس عنده مال كثير، طالب لا يستطيع يلعب، طالب مشغول، طالب يذاكر ليل نهار، بعدما ينتهي من الكلية يا سلام، إن كان مجد وهو مجد سيعمل في وظيفة جيدة، سيعمل في مكان جيد، سيكون عنده أموال، سيكون ليه؟ لأنه يتعب. أما من كان من البداية لا يتعب وخلاص. قال ابن عطاء: من كانت بدايته محرقة كانت نهايته إيه؟ مشرقة. محرقة يعني تعب، لازم النهاية تيجي مشرقة، لازم تيجي مشرقة، مستحيل تأتي غير مشرقة. من جد وجد ومن زرع حصد. وربك ليس عادل، ربك صاحب فضل. عادل يعني واحد مع واحد اثنين، لكن صاحب فضل أنت تعطي واحد يعطيك 10-15. خلاص. من عمل بما عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. أنا أعلم في الفقه هكذا لكني أطبق، الله سيعطيك علم هكذا. يعني أنا علمي كده قليل لكن أعلم وأعمل. فلو تعمل بما تعلم الله يعطيك علم ما لم تعلم. ده كلام الشيخ، يقول لك علم بلا عمل. استنى، العكس. قال لك عمل بلا علم، عمل بلا علم لا يكون، وعلم بلا عمل جنون. سنقرأه، ستقرأ حاجات كبيرة. علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. ما فائدة الشجرة من غير ثمرة؟ ليس لها فائدة. أدي معنى علم وعمل. لماذا نتعلم؟ حتى نعمل. ولماذا نعمل؟ لأن العمل طاعة. ولماذا الطاعة؟ لأن الله أمرنا بها. ولماذا أمرنا الله بها؟ حتى نتعبده بها بالأمر والنهي. ثمرة هذا أن ندخل الجنة. يا شباب، مولانا الغزالي 7 سنين ضاع العلم، لكنه في أمل وفي هدف، فقرر يحفظ. امشي شوية، انتهى من العلم وصار مدرس. وجاء رجل زي وزير وزراء اسمه نظام الملك. نظام الملك إذا جاء بلد يأتي الشعراء والأدباء والأمراء والكتاب والعلماء يحضرون مجلس السلطان. فعندما يجلس السلطان يعطي مسألة: ما حكم من أكل ناسيا في رمضان مثلا؟ هذا يقول فاطر، هذا يقول صائم، هذا يقول إنما أطعم الله، كل واحد يتكلم ثم يأتي بدليل، إلى أن واحد يأتي بحجة على الآخر، هنا ينتصر. الشيخ الغزالي يقول: الجدال لا تفعل، لأن الجدال يؤدي إلى البغضاء. الجدال يؤدي إلى الإيه؟ أنا أعمل مناظرة، أنا والشيخ محمد، هو يقول حجة وأنا أقول حجة، ماذا تريد مولانا؟ أنا أريد أن أنتصر عليه، وهو ماذا يريد؟ أن ينتصر علي. فلو أنا أنتصر أنا فرحان، أنا أهزم أنا زعلان. إذن الأمر ليس هنا محمود، الغرض هنا أنني أنتصر، ليس الغرض هنا إظهار الحق. ولذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه كان يقول كلام عجيب، كان يقول: ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق معه. ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق إيه؟ معه. فيأتي الغزالي ويقول:
لو ابتليت بالسفر، استغفر الله، بالمناظرة، ليكن هدفك الوصول للحق. اثنين، لا يهمك من يكون الحق معه. من يكون الحق إيها؟ الهدف من المناظرة الوصول للحكم الشرعي. هذا الحكم الشرعي عندي عندك ليست مشكلة، نحن نريد أن نصل إلى الحقيقة. أنا جوعان أريد أن آكل، لا يهمني أن يكون الطعام من الطلاب أو من الطالبات، المهم أن الشيخ إيها يأكل. لكن لا، أنا أريد أن يكون طعام الرجال أفضل من طعام النساء. فإذا ظهر أن طعام النساء أفضل، الشيخ زعلان، الشيخ في مشكلة. لا يا مولانا، نحن لا يهمنا، نحن يهمنا أن يأتي الطعام في صورة حسنة، يفعله الرجال يفعله النساء، ليست مشكلة. ليست إيه؟ حاضر. ده الشيخ الغزالي يقول هذا الكلام. من ابتلي بالمناظرة في شرطين. الشيخ الغزالي وقف وتكلم فأسكت كل من كان في حضرة نظام الملك من قوة الحجة وقوة الدليل ورجاحة العقل. هنا نظام الملك يلتقط. تعالى، ليس مكانك في طوس. أين مكاني؟ مكانك عند الخليفة في بغداد. خلاص، تخرج من هنا إلى فين؟ العاصمة. مولانا الذهبي منتقل سنة 748، الكلام عجيب. قال: كنت في القرية 15 عاما عالما. كنت في القرية كم سنة؟ 15 سنة عالم، لم يعرفني أحد إلا أهل القرية. لكن سنة واحدة جئت إلى دمشق، صار الإمام الذهبي. العاصمة، العاصمة، ها؟ أنت في مكان لا يعرفك أحد، لكن لو تذهب إلى العاصمة شوف، في مشايخ في الأقصر، في أسوان، في الإسكندرية، في المنصورة، في دمياط، علماء كبار، لكن أنت لا تعرفهم. أنت تعرف مين؟ من في الأزهر فقط. لكن ممكن يكون في علماء من الأزهر لكن أقوياء جدا، لكن فين؟ في أسوان، من يعرفه؟ من يعرفه؟ هو أصلا لا يعرف نفسه، هو كده مغمور. كيف تعرف الناس؟ نعرف الناس عندما يظهرون. طب من أين نأتي بالناس؟ نأتي من العاصمة، الظهور العاصمة. أي واحد يريد أن يشتهر يأتي إلى العاصمة، سواء علماء أو غير علماء. إن شاء الله أنه يرفض، لكن نظام الملك يضغط. فذهب إلى بغداد وأعجبوا برجاحة عقله وبتفكيره. لكن الغزالي ليس من العلماء الذين يحبون الجاه والسلطان، تربى على التواضع، فأراد أن يعتذر مرة اثنين ثلاثة، سلطان الخليفة يرفض، إلى أن جاء بحيلة شرعية. ما هي الحيلة الشرعية؟ قال: أنا ذاهب لأداء الفريضة. الحج. ومنه خرج إلى جبال سوريا بلاد الشام، ثم تمحص 10 سنوات يبحث عن السعادة ويبحث عن الرضا. فتنقل من علوم الطبيعة إلى علوم كذا، إلى علوم الفلسفة، إلى أن وصل إلى أن السعادة تكمن في الطريق إلى الله. هذا ما أحكيه الآن خلاصة رحلته التي ذكرها هو بنفسه في كتاب اسمه المنقذ من الضلال. حنقرأه، لازم نقرأه، مفيش هزار يعني. ممكن الغزالي 18 عاما يكتب في الإحياء،
خرج من الإحياء عاد إلى طوس، أنشأ مدرسة الحديث وألف المستصفى سنة 504 قبل أن يموت بعام. المستصفى في أصول الفقه، وهو يجمع بين طريقة المتكلمين والإيه والحنفية. ثم رضي الله عنه وارضاه انتقل في طوس سنة 505. 500 وكام؟ دي مقدمة مختصرة عن مولانا الغزالي. نبدأ بقى في هذا الكتاب. أيها الولد، هذا الكلام كلام رائع، كلام فيه لطف، خلاصة تصانيف التصوف. ما معنى علم الأخلاق؟ علم الأخلاق هو الطريق الموصل، الطريق الموصل إلى ماذا؟ إلى الله. أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وخالق الناس بخلق حسن، أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق. شوف شوف البداية، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. أدي منهج، هذا منهج في الحياة، أن الواحد يخاف من الله، أن الواحد إن فعل سيئة هو إنسان يعود ويتوب. آخر شيء، عرف علم الأخلاق هو مجموعة التصرفات الصادرة من الإنسان التي إما أن توصف بالحسن أو توصف بالقبح. مجموعة التصرفات الصادرة من مين؟ من الإنسان. هذه التصرفات، هو يضرب موصوفة بالقبح، هو يصافح موصوفة بالإيه؟ بالحسن. هل الأخلاق تتغير ولا لا تتغير؟ من يجيب؟ الأخلاق تتغير. الدليل على أن الأخلاق تتغير إرسال الرسل. الرأي الأول أن الأخلاق لا تتغير، الرأي الثاني أن الأخلاق تتغير بدليل إرسال الرسل. لماذا جاء الرسل؟ حتى يتعلم الإنسان كيف يحيا وكيف يعيش وكيف يعبد وكيف يسلك الطريق إلى الله. ومن هنا سموه السلوك. ما معنى السلوك؟ يسلك أي يمشي، كأنه يمشي في طريق، هذا الطريق يوصل إلى الله. أنت مين؟ أنا المريد. تريد ماذا؟ أنا أريد وجه الله. خلاص أسلك الطريق. يقولون سالك، سالك يعني يسلك، يمشي 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 مرة مرة بأذكار بأوراد بقرآن بأحاديث إلى أن يصل إلى الله بالطاعة والعبادة. طبعا في بلاغة، في بلاغة. أهل الله، أيها الولد، يحسن الأخلاق عندما يأتي بخلاصات كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ويقول المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، كتبة الرسالة. حاضر. الباء للمصاحبة اسم حذفت الهمزة للتخفيف وعوض عنها بطول الباء. اسم باسم الباء للمصاحبة، اسم حذفت الهمزة للتخفيف وعوض عنها بطول الإيه؟ الباء.
اسم عند مدرسة البصرة والشافعية منها مأخوذ من السمو والعلو، وعند مدرسة الكوفة مأخوذ من الوسم، والوسم هو العلامة. الوسم هو الايه؟ العلامة. اسم همزتها همزة وصل، الله، اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. الله علم على الذات العلية، علم على الذات العلية. المعبود الموجود الموصوف بكل صفات الكمال المطلق، المنزه عن كل نقص. المنزه عن مين؟ كل نقص. الله أسماؤه كثيرة، عرفنا منها القليل ولم نعرف الكثير. الله، لماذا الله علم، أو الله لماذا الله أسماء من اسم الاسم الله الأعظم؟ كل أسماء الله جيدة، لكن لماذا هذا الاسم هو أعظم؟ قرأوا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسم الله الأعظم لا يخرج عن هذه الآية. مولانا النووي قال الحي القيوم. الجمهور من الصوفية هو الله لا إله إلا هو، فهو عندهم اسم الله الأعظم، ردوا وقالوا هو يعني هو، وهو تعود على مين؟ على الله. ومن هنا قالوا أن اسم الله الأعظم الله لعدة أسباب. أنا أقوله أدعو يا رزاق انتقم من الظالمين، إيه رأيك؟ جميلة صح؟ ينفع؟ ينفع مولانا؟ يا رزاق انتقم من الظالمين، رزاق وينتقم، لكن يا منتقم انتقم من الظالمين كويس. يا كريم اقتل الكافرين، كريم وكافرين ويقتل، لكن شوف يا الله انتقم من الظالمين، يا الله اقتل الكافرين، يا الله وبشر الصابرين، كله تمشي مع كله. فيا الله يا رازق، يا الله يا واحد، يا الله يا كريم، يا الله يا غفور، الله تمشي مع كله، ولن تجد هذه الخاصية مع أحد. كريم، في كريم في رحيم، لكن الله لم يسمى أحد باسم الله إلا هو. في اسمين الله والرحمن لم يوصف، يعني نقول رسول رحيم، رجل رحيم، رجل كريم، لكن لا نقول رجل الله، لا نقول رجل رحمن، نقول رحيم. ومن هنا اسم الله واسم الرحمن لم يذكر أن هناك من سمي بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى. اختلفوا في كلمة الله، الله لفظ مشتق ولا غير مشتق؟ الكلام ده نقرأه بقى إن شاء الله في شرح منظومة مولانا الدردير. ها، رأي الإمام الشافعي أن الله اسم جامد، ومنهم من قال أن الله اسم مشتق، لكن مذهب الإمام الشافعي أن الله اسمه جامد غير مشتق. الرحمن كم حرف؟ رحمن خمسة، راء حاء ميم نون وفي ألف والوسط، رحمن خمسة. ما معنى رحمن؟ المنعم بجلائل النعم، أي المنعم بالنعم العظيمة، المنعم بالنعم لها. طيب الرحيم
كم حرف؟ راء حاء ياء ميم، أربعة. المنعم بدقائق النعم. المنعم بماذا؟ دقائق الإيه؟ سبحان الله، بدقائق النعم. نعم، منعم بدقائق النعم. مثال للنعم العظيمة الإسلام، الإيمان، التوحيد. مثال للنعم البسيطة الطعام، الشراب. مقارنة بين هذا وهذا، لا لا، الطعام قليل لكن الإسلام كبير. الرحمن والرحيم، خمسة أحرف رحمن، رحيم أربعة. عندي قاعدة تقول زيادة المبنى زيادة في المعنى. ما معنى؟ أنا عندي عمارة اثنين، عمارتين بمتجاورتين، نفس الموقع، نفس الحي، نفس الإمكانيات، لكن العمارة الأولى خمسة أدوار طوابق، العمارة الثانية أربع طوابق، من أعلى؟ خمسة. هذه معنى زيادة المعنى زيادة في المبنى. ومن هنا رحيم للمؤمنين، رحمن مؤمنين وكافرين، رحيم رحيم في الآخرة فقط، رحمن دنيا وآخرة. مجموع حروف بسم الله الرحمن الرحيم كم حرف؟ 19 حرفا، 19 حرفا، 19 حرفا، أيوة 19. قال مولانا الصاوي في حاشيتي على الجلالين، وهي اختصار، وهي إيه؟ اختصار لمين؟ ها؟ اختصار لمين؟ حد يعرف؟ اختصار لمولانا سليمان الجمل وهو شافعي. قال إيه؟ قال عليها 19 يعني زبانية جهنم، ومن أكثر من قول بسم الله الرحمن الرحيم كانت له حماية وحصنا ووقاية من مين؟ من زبانية جهنم. فمن يكثر من قول بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله معنى أنه لا يدخل النار. هيروح فين يا مولانا؟ هيروح الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، كل أمر لم يبدأ فيه بالبسملة أقطع، رواية أخرى أبطر، رواية أخرى أجزم، والروايات الثلاثة ضعيفة. والقاعدة تقول كثرة الطرق يقوي بعضها بعضا، فتتحول من ماذا؟ من حديث ضعيف إلى حديث حسن. لإيه؟ حسن لمين؟ خلاص، كل أمر لم يبدأ بالحمد لله فهو أقطع. دي رواية صحيحة، الرواية إيه؟ صحيحة. البسملة سنة اقتضاء بالكتاب، عندما نفتح القرآن أول شيء مكتوب في القرآن إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتب في رسائله إلى الملوك بسم الله الرحمن الرحيم. كان في البداية يكتب بسمك اللهم، ثم نزلت الآية في آخر سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء له، فقال اكتبوا بسم الله الرحمن. عندما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل، صح، سورة النمل، قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجعلوها في كتبكم، فكان قل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، شوف يمدح، إلى مقوقس مصر يمدح. لكن عندما يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم كان يتواضع، ومن هنا كان يقول من محمد ابن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. يعني أنت تذكر أنه هو عظيم وتذكر أنك محمد ابن عبد الله، هو ده التواضع يا ابني، هو هذا هو التواضع. بسم الله الرحمن الرحيم يعني لفظها هذا يجلب الملائكة ويصرف الشياطين، معناها استعينوا
بالله من الشيطان الرجيم. أتقوى بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مختلف فيها، منهم من قال أنها جملة اسمية والتقدير ابتدائي، بسم الله الرحمن الرحيم، بدايتي، بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من قال أنها جملة فعلية، أبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص، البسملة بلغة الاختصار أقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم. يا غلام سم الله، قل بسم الله، يجوز قل بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك أفضل الكمال. ها، يقولون أن الرسول كان يقول بسم الله فقط، من أين جاءوا بهذا الكلام؟ لأن الرسول كان يقول البسملة. أيوة، البسملة بسم الله الرحمن لها الرحيم، الحمدلة، الحمد لله رب العالمين. خلاص، قول يا سيدي بس بالراحة عشان أمشي معك. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة حقيقية. الحمد لله مقدمة إضافية. مقدمة يا شباب، ها، إضافية. بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة إيها حقيقية. الحمد لله رب العالمين مقدمة أو بداية إضافية، وهي من شروط المقدمة، البداية الحقيقية، البداية الإضافية، ذكر اسم المؤلف، ذكر اسم المؤلف، الغرض من التأليف الاستئذان، ويكون بالدعاء، أما بعد فصل الخطاب. هذه أمور لابد أن يكون معظمها موجود فينها في المقدمة. قول يا سيدي. والعاقبة للمتقين. يا سلام، ده باب الاختصار. الحمد لله رب العالمين، لابد أن تحمد المولى وتشكره في السراء والضراء، واعلم أنك مهما عشت لابد من نهاية، هذه النهاية لا يسعد بها إلا الخائفين من الله. من خاف من الله في مقام، الله ينادي يا ملائكتي أخرجوا من النار كل من خافني في مقام. من خاف الله مرة أخرجوه، من خافني فين؟ في مرة، مرة واحدة. لو تخاف من الله مرة، الله سبحانه وتعالى لو كنت في النار تخرج، فما بالك بمن يخاف من الله كثير، صار من المتقين. والعاقبة، السعادة والفرح في النهاية والمصير بالمتقين. سئل مولانا علي ما معنى التقوى؟ قال أربعة: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل، اثنين، والعمل بالتنزيل، ثلاثة، والرضا بالقليل، أربعة، والاستعداد ليوم الرحيل. يعني ما دمتم لا تعرفون أشرح. التقوى لغة الابتعاد، اتق النار، ابتعد عن النار، اتق النار ولو بشق تمر، ابتعد عن النار، اتقي هذه الأشياء، ابتعد عنها. طيب، كلام سيدنا علي: الخوف من الجليل. من الجليل؟ الكامل في الصفات، اسمه جليل. الجليل الكامل في الصفات، اسمه جليل. طب الكامل في الذات، في الذات، اسمه كبير. الكامل في الصفات اسمه جليل. الكامل في الذات اسمه كبير. الكامل في الذات والصفات اسمه عظيم. الكامل فين؟ في الذات كبير، الصفات جليل، كامل في الاثنين عظيم.
الخوف قال مولانا الحسن: وإذا أطلق لفظ الحسن انصرف إلى الحسن البصري. الكلام عجيب. قال: من خاف من الله أخاف الله منه كل شيء. أنت تخاف من الله؟ نعم، كل الناس تخاف منك. ومن لم يخف من الله أخافه الله من كل شيء. صار يخاف من نفسه، صار يخاف من الناس، صار يخاف من الطريق. تخاف من الله لا تخاف من أحد، لا تخاف من الله ستخاف من كل أحد. العمل بالتنزيل بالقرآن، القرآن أحكام حلال حرام تجنب افعل، العمل بالتنزيل الشريعة. الرضا بالقليل سعادة، سعادة. ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس. أنا زعلان إني عندي موبايل سوني، أنا كنت أريد أن يكون يعني أبل. مولانا سوني كويس، أنا أريد أبل، أنا أريد إيفون. إيفون 16 أنا عايز 16، موديل 16 يا سيدي. الله لم يخلقه، أنا أريده. فأنا أريد تليفون 616 إيفون أبل. تعمل بيه إيه؟ بحيث لو الشيخ جوعان يأكل تفاحة. يا مولانا سوني SNSONY جميل قوي. لا لا لا، فأنا عندما أرى إنسان مع إيفون 16 أنا زعلان. زعلان ليه؟ أنا ليس عندي. خلاص الشيخ سيرى دائما أن هذا التليفون سيء، الشيخ لا يستمتع بهذا التليفون. ليه؟ لأن الشيخ لم يرضى بما قسمه الله له. شيخ الحمد لله أنا عندي موبايل، غيري ليس عنده. الحمد لله أنا عندي سوني ماركة قوية. أي نعم ليس عندي 616 لكن مش مشكلة، ده سوني 60 أنا في اعتقادي كده، ده أنا مبسوط. شوف شوف شوف، لما يسعد الإنسان ويرضى بالنعم التي بين يديه يشعر بالمتعة. رجل متزوج يشعر أن امرأته كويسة جيدة كويس. خلاص يا شباب، إن لم تشعر بأنك في نعمة ستشعر أنك في نقمة. إذا لم ترضى بقضائي سلطت عليك الدنيا فجعلتك ترى عيوبك أمامك كالمرآة ولن أغير من حالك شيئا. الشيخ زعلان لأن الشيخ فقير، خلاص خليك فقير. الحمد لله الشيخ يرتدي ملابس، الشيخ عنده موبايل، الشيخ عنده شقة، الشيخ عنده كتب، الشيخ يعطي دروس، الشيخ عنده نعم كثيرة. لو فكر الشيخ في نعم الله عليه سيصاب بالهدوء، سيصاب بالقناعة. لكن الشيخ زعلان، خلاص ستظل طول عمرك زعلان ولن تشعر بالنعمة التي عندك. كل إنسان في نعمة، مستحيل أن تجد إنسان ليس في نعمة. أربعة، الاستعداد ليوم الرحيل. مولانا كل طالب منكم سيمشي، كل طالب منكم سيسافر، صح؟ عندما يشتري كتب هو يفكر كيف يحملها إلى البلد، عندما يشتري كتب هو لا يريد أن يحمل أمتعة كثيرة، عندما يشتري كتاب هو يفكر هذا الكتاب موجود في البلد ولا غير موجود، إن كان موجود لا يشتري، إن كان غير موجود يشتري. كل إنسان يدبر أغراضه، كرتونة شنطة حقيبة، استعداد لمين؟ لكن أنت تسافر من مصر إلى بلدك بأمتعة، هل أنت ستخلد في الأرض؟ أبدا، لا يخلد أحد في الأرض. يعني ايه؟ يعني سنسافر،
سنسافر إلى الاستقرار ولا الانتقال؟ أنت في الدنيا في دار انتقال، أين من كان قبلك؟ فما دمت في الدنيا في دار انتقال خلاص اعمل للمستقبل. يعني ايه مولانا؟ نحن عندما نذهب ونسافر إلى أي بلد نعمل ونجمع أموال كثيرة، لكن أين تبقى هذه الأموال؟ يرسلها إلى بلده، يشتري شقة، يشتري بيت، يشتري أرض. هو يظن أنه سيحيا في بلده. طب أنا موجود في مكة المكرمة أعمل. يا مولانا أنت تعمل تجمع المال، لكن أنت تسكن في القاهرة، تشتري شقة في مكة ولا في القاهرة؟ في القاهرة. متى تشتري شقة في مكة؟ لو ستعيش في مكة على طول. والواقع أن الإنسان يجمع المال ليبني دار في بلده. هنا بلدك ليست الدنيا، عيش في الدنيا كأنك غريب، بلدك الجنة. القضية ليست في الجنة، القضية أين تسكن في الجنة؟ هل ستسكن في التبة ولا ستسكن في مكرم عبيد؟ في فرق كبير بين مكرم عبيد وبين التبة، في فرق، في فرق. ليست القضية أن تشتري سيارة، هل تشتري سيارة عندما تركب يا شباب عشان خاطري شوية كده دفعة، ولا تركب سيارة قبل أن تدخل السيارة هي تمشي؟ دي القضية. القضية أنك تأكل، ها تأكل لحم نعام، لحم نعام الكيلو 600 جنيه مصري، ولا تأكل أرجل دجاج؟ في فرق كبير بين لحم النعام وبين أرجل الدجاج. القضية هل ستهان في الحساب ولا تدخل الجنة من غير حساب؟ القضية تعبر الصراط، ستعبر إن شاء الله، لكن تعبر تمشي بسرعة ولا تعبر محمول على الأعناق ولا تعبر تمشي على بطنك؟ ستعبر، ستعبر. ومن يعبر يدخل الجنة، بس هناك من يمشي على بطنه، وهناك من يمشي على قدمه، وهناك من تحمله الملائكة وتسرع به إلى الجنة. أين أنت؟ مولانا ثوبان كان عبد عند رسول الله وأعتقه فصار من الموالي. ثوبان كان مرة من المرات حزين كأنه يبكي. لماذا يبكي؟ يبكي لأنه يخشى أن يفارق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثوبان كاد يبكي، يبكي ليه؟ هو يخاف من الفراق. ابن القيم له كتاب جميل اسمه الداء والدواء، كان يتكلم عن الحب والغرام. تعرفون الحب؟ عجيب، عجيب في هذا الكلام ابن القيم. كتاب اسمه الداء والدواء أو الجواب الكافي. هذا الكتاب عجيب أوي، يعني يتكلم فيه أن حال العاشق أنه دائما يبكي، المحب دائما يبكي. السؤال كالآتي: لماذا يبكي؟ قال: حال العاشق إما في وفاق وإما في فراق. وفاق هو مع المحبوب، يجلس مع المحبوبة يبكي، يفارق يبكي، استغفر الله. طب أنت تفارق تبكي، تبكي للفراق. طب لماذا في حالة الوفاق تبكي؟ قال: يبكي خوف الفراق. يعني في حالة الوفاق يبكي، ليه يبكي؟ يخاف الفراق. طب وفي حالة الفراق خلاص فراق. يا شباب النيل، في حاله يبكي، وهنا يبكي أيوة، لأنه بعيد عن الله. ما دام بعيد عن الله يبكي كما شاء. هنا ثوبان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة وفاق، لكنه يبكي خوف الفراق، في حب، ده الاستعداد ليوم الرحيل. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان ما أهمك؟ قال: أفكر فيك يا رسول الله. رسول يسأل، التفكير في رسول الله يأتي بسعادة لا يأتي بزعل. قال ثوبان: إن دخلت النار فلن أراك. أنت في الجنة أنا في النار. هو لا يفكر في أن النار تحرق، هو يفكر أن النار تفرق.
يعني هو لا يتكلم أنه سيدخل النار ويعذب، هو لا يهم العذاب، هو يفكر أنه كيف إذا دخل النار لن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الألم عنده. لذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه سئل عن النعيم الذي هو أعظم من الجنة، قال رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. سألوه عن النعيم الذي هو أعظم من الجنة، قال رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. ده كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه. طيب ثوبان يتكلم، وإن دخلت الجنة فلن أراك، في النار لن أراك، في الجنة لن أراك. ليه؟ لأنك في الجنة أنت في المقام المحمود، أما أنا أين ثوبان؟ في أي مكان ثوبان؟ في أي مكان، لكن الرسول فين يا مولانا صلى الله عليه وسلم؟ فوق في المقام المحمود. هنا قال الرسول لثوبان كلمة قالت الصحابة ما سعدنا بشيء كما سعدنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لثوبان. ماذا قال؟ قال يا ثوبان المرء مع من أحب، فمن أحب الشيطان مع الشيطان، ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم هنيئا له الفردوس الأعلى. ومن هنا قال العلماء، وأجود من تقرأ له في هذا الكلام مولانا القاضي عياض في الشفاء، الكلام عجيب، قال أقرب طريق يوصل إلى الفردوس الأعلى محبة الرسول، حب الرسول صلى الله عليه وسلم يوصل إلى الجنة، ليست الجنة العادية بل إلى أسعد ما في الجنة. طيب إحنا كده خلصنا. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.